طيب نروح لمقر جريدة اليوم السابع تحديدا، ومريم سميح مراسلتنا من هناك موجودة عشان نعرف منها آخر الأخبار، وبيبقى في منشطات كده يعني شوية مثيرة للجدل خلينا نقول، بس طبعا هي هيكون معاها ضيفنا، يعني لا مش هيكون معاها ضيف، هتكون لوحدها. طيب خلينا نروح ليك يا مريم، وعايزه اروح معاكي لمنشط يعني غريب شويه، بيتكلم عن وفاه حارس مرمى روسي اثناء المباراه، هو اتخبط او يعني اصطدم بلاعب منافس وتوفى، فخلينا نعرف تفاصيل ده منك، اتفضلي يا مريم. صباح الخير عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة، جولة بداية الأسبوع من داخل مقر جريدة اليوم السابع. طبعا معانا عدة عناوين، وطبعا يا نهاوند هيكون معانا العنوان اللي انت اتكلمتي عنه، ولكن ما حبناش ان احنا نبدأ يعني بهذا الخبر المؤسف جولتنا النهاردة، فهيكون معانا في نهاية الجولة. خلينا نبدأ في البداية من اليوم السابع. المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا في تصفيات المونديال. طبعا يعني يواصل منتخب مصر بقيادة كابتن حسام البدري اليوم الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا يوم الأربعاء المقبل، ده طبعا في افتتاح مشوار تصفيات المونديال، ويسعى حسام البدري وجهازه الفني كمان لتحفيظ أو يعني أن هم يحفظوا اللاعبين خطة اللعب، ده طبعا نظرا لضيق الوقت، وكمان يعني نظرا لحالة الإجهاد اللي بتقع على أغلب اللاعبين. كمان منع البدري لاعبي المنتخب من الحديث نهائيا عن يعني مباريات الدوري، وطلب من اللاعبين التركيز فقط خلال الفترة الحالية بشكل كبير ومكثف على تصفيات المونديال. وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين لمواجهتي يوم 1 و5 سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. ضمت القائمة طبعا 27 لاعب، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في إنجلترا، تحسبا لنجاح طبعا المحاولات يعني اللي بيبذلها طبعا يعني المنتخب لضم اللاعبين، ده طبعا يعني بسبب الإجراءات الاحترازية. وطبعا كان قبل كده طبعا زي ما احنا عارفين ليفربول رفض ضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب، ولكن يعني كل هذه محاولات تحسبا لنجاحها خلال الفترة المقبلة. عايزين نقول القائمة بشكل سريع واللي جاءت على النحو التالي: محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبو جبل، أكرم توفيق، باهر المحمدي، أيمن أشرف، محمد عبد الشافي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، علي جبر، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، صلاح محسن، محمد شريف، مصطفى محمد، احمد حسن كوكا، عبد الله سعيد، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشه، محمد صلاح، ومحمد النني. من موقع يلا كورة، الهدف 99، صلاح يسجل في تشيلسي ويقترب من دروجبا. استطاع طبعا نجمنا محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني أن يسجل في شباك تشيلسي في ضربة جزاء في لقاء يقام على ملعب الأنفيلد ضمن حسابات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. وصل صلاح في رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى الهدف الثاني في هذا الموسم بعدما افتتح أهدافه في الموسم الحالي أمام نورويتش سيتي في لقاء حسمه ليفربول بنتيجة 3-0. كمان صلاح رصد التقرير أن صلاح وصل في رصيده من الأهداف يعني مع ليفربول إلى 99 هدف أو في البريمير ليج بشكل عام، ليقترب من رقم الأسطورة طبعا الإيفورية دروجبا نجم تشيلسي السابق صاحب 104 هدف، ويعتبر دروجبا في صدارة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي، إلا أن صلاح اقترب من معادلة هذا الرقم. من جريدة الشرق الأوسط، مانشستر سيتي يضاعف من محنة أرسنال بخماسية نظيفة. ضعف مانشستر سيتي من محنة أرسنال وفاز عليه بنتيجة طبعا كبيرة جدا، وهي 5-0 أمس السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبهذه النتيجة يكون قد تلقى أرسنال الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الحالي، حيث خسر طبعا في المرحلتين الأولى والثانية أمام كل من برينتفورد و
وتشيلسي بنتيجة واحدة وهي 2-0 قبل أن يواصل الانهيار أمام مانشستر سيتي ليحتل المركز العشرين الأخير بدون رصيد من النقاط. على الجانب الآخر طبعا رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب في انتظار نهاية باقي منافسات المرحلة، حيث كان قد فاز في المرحلة الثانية على نورويتش سيتي بنتيجة 5-0، وبذلك بعد أن بدأ الموسم بالخسارة على أرض توتنهام 1-0. أخيرا طبعا يعني الخبر المؤسف اللي انت اتكلمتي عليه يا نهاوند من روسيا اليوم، وفاة حارس مرمى روسي أثناء المباراة بعد اصطدامه بلاعب منافس. طبعا يعني للأسف حادث مؤسف اتكلمت عليه جميع الوسائل الإعلامية خلال الساعات الماضية، وهو وفاة حارس مرمى نادي كراسنايا زيفيردا الروسي لكرة القدم ألكسندر شيشماريوف بعد اصطدامه بلاعب منافس، وذلك خلال مباراة ودية جمعت فريقه بنادي كالينينغراد، وأصيب الحارس البالغ من العمر 23 عام بجروح خطيرة، وفقد على إثر هذه الجروح وعيه بعد الاصطدام، وحاول طبعا أطباء الإسعاف لأكثر من ساعة إنقاذ حياته ولكنهم فشلوا في النهاية. طبعا خلينا قبل ما ننهي جولتنا الصحفية النهاردة نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات الدوري الإنجليزي. طبعا هيكون توتنهام هوتسبير وواتفورد في تمام الساعة 3:00 عصرا، كمان بيرنلي وليدز يونايتد في تمام الساعة 3:00 عصرا، وأخيرا وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 5:30 مساء. دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة لبداية الأسبوع من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، عودة ليكم مرة أخرى. نشكرك يا مريم، وخليني استغل بقى وجودك معانا دلوقتي برضو واسالك، انت يعني نزلتي الشارع، عايزه اعرف كده الحاله المروريه منك، اخبارها ايه لو حد لسه صاحي من النوم وعنده مثلا مشوار او حاجه او مصلحه عايز يقضيها، لو تدينا كده فكره عن الحاله المروريه. بصي احنا من عندنا هنا شايفين في يعني سيوله مروريه، لكن خلينا نعرف منك اكتر المحاور الرئيسيه اخبارها ايه لو تقدري يعني تطلعينا، وفي نفس الوقت الجو اخباره ايه يعني من درجات الحراره والطقس اللي عرضناها قدرنا نكتشف ان في يعني انتظام شوية في درجات الحرارة، ويمكن الجو دلوقتي أفضل فيما سبق. يعني خلينا نعرف منك أكتر لو لي عندك تفاصيل، تفضل. الحقيقة نهاوند فعلا يعني طبعا احنا كفريق عمل لقناة النادي الاهلي بنبقى متواجدين في طبعا يعني المحاور الرئيسية، كلنا كنا نبقى جايين من طرق رئيسية من يعني الصباح الباكر منذ يمكن 7 صباحا والثامنة كمان صباحا، يمكن كان في سيولة مرورية كبيرة جدا زي ما انت قلتي في المحاور الرئيسية، كان طريق محور صفت اللبن كان بيه سيولة مرورية كبيرة على الرغم من النهاردة يعني بداية الاسبوع، لكن الحمد لله كان في سيوله مروريه. يمكن كان في يعني زحام بسيط جدا على كوبري 6 اكتوبر، يمكن على الجانب الاخر محور 26 يوليو برضو بيبقى في زحام بسيط في نهايه المحور، ولكن باستثناء هذه الطرق الرئيسيه بيكون في سيوله مروريه كبيره جدا. يعني خلينا نتكلم اكتر كمان عن محور الدقي وقصر النيل، يمكن كل هذه المحاور بيها سيوله مروريه كبيره جدا. اما بالنسبه طبعا لدرجات الحراره، يعني يمكن فعلا كان في اختلاف عن الأسابيع الماضية، ولكن برضو في نسبة من ارتفاع درجات الحرارة خلال بداية الأسبوع، ومن المتوقع أن هي تكمل معانا يعني لمدة أسبوع آخر، ولكن بقى بداية من شهر سبتمبر إن شاء الله يكون في انخفاض لدرجات الحرارة، ودي طبعا شيء هيسعدك أنا هوندا أكيد، أنا متأكدة. دي حقيقة، وكل محبي الشتاء طبعا. أنا لكل حال بشكرك جدا يا مريم على هذه التغطية الرائعة، وشكرا كمان لسالة حامد زميلتنا العزيزة.